إنه رسول الله بل خليل الله، خير الخلق في طفولته، أطهر المطهرين في شبابه، أنجب البشرية في كهولته، إليه انقاد الشجر وعليه سلم الحجر، سيد ولد آدم ولا فخر، سماه ربي ذو الجلال محمدا، وكفاه أن الله قد سماه، وإن الله مولاه وبالأفضال أولاه، وقد حن له الجذع كما أوحى له الرب، فما زاغ له طرف ولا راغ له قلب. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. السبب الثالث من أسباب زيادة الإيمان تأمل سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، تأمل وتدبر، ويعني بعد أسمائه وصفاته ينبغي التعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال سيرته التي حفلت بنعوته الطيبة وخصاله الكريمة وشمائله الحميدة. ونحن تكلمنا من قبل مرارا على الأصول والأعمدة التي ينبغي أن نبرهن من خلالها على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي محاولة فقط للحصر يعني والاستقراء، فمن كان عنده المزيد فليأتنا به، لكن احنا حصرناها في خمس أشياء من يذكرنا بها. يعني السؤال بالضبط، كيف تثبت صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لازم كل واحد يكون متقنا إجابة هذا السؤال. أولا لأنك أنت محتاج أن تقيم إيمانك على الأدلة والبراهين وليس على التقليد. ثانيا لأنك بحكم كونك منتميا إلى هذا الدين الحنيف وإلى هذا النبي العظيم، فأنت قد تتواجد في موقف تحتاج إلى أن تبرهن لكافر مثلا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمين يقول الخمس أشياء اللي اتكلمنا عليها مرارا، خمس أعمدة من خلالها نثبت صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي جاوب يقول الخمسة لأنني كررتها مرارا. هذا ظني بك، تفضل. البشارات، المعجزات، النبوءات، ماشي ثلاثة، الآثار، أحسنت، جزاك الله خير، إجابة صحيحة 100%. الخمس أعمدة إذا أردت أن تثبت لأحد صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باختصار خمسة أنواع من الدلالات. أولا الصفات الشخصية لصاحب الرسالة، فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالأنبياء بيحصل نوع من الاصطفاء والاختيار، فهم نقاوة الخلق، صفوة خلقه، خلق الله تبارك وتعالى من البشر هم الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يختص الأنبياء بصفات لا تشتبه بصفات إيه؟ غيرهم، حتى لو كان من الأولياء الصالحين، لكن الأنبياء لهم صفات مميزة جدا سواء في الناحية الخلقية أو في الناحية الإيه؟ الخلقية، فهم أكمل الناس في كل صفة من الصفات، يكونون أكمل الناس سواء من حيث النسب، يكونون دائما في أشرف نسب قومهم، صفات الكمال الجسمي والخلقي لا يمكن النبي يكون فيه عاهة أو يكون فيه نقص خلقي أو أي شيء مما يعتبر نقصا أو عيبا، لكن الأباء يصطفون في صفاتهم سواء كما قلنا البدنية القوة والجمال وسلامة الأعضاء ووفور العقل جدا وقوة الشخصية إلى آخره، كل الصفات البدنية والنفسية هي في أقصى درجات الكمال توجد في الأنبياء عليهم وعلى النبي الصلاة والسلام. إذا الأنبياء لهم صفات لا تلتبس بصفات غيرهم، وذلك من الجناية ومن الظلم ما يحصل من بعض الناس، كالعقاد مثلا ما ألف كتاب سمائه عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام، عبقرية محمد، يعني كونك تضع الرسول صلى الله عليه وسلم جنب ناس من البشر يوصفون بالعبقرية، طبعا هذا من التجني. لماذا؟ لأن العبقري ممكن يكون غير نبي، فإذا أردت أن تمدح النبي عليه السلام وتعطيه مقامه فأن تصف بأنه رسول الله ونبي الله، أما أن تصف ما هو أقل كما حصل من ذلك الصبراني الذي ألف كتاب العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، أما غصب عنه طبعا لازم يقول كده، لأن دي حقيقة واقعة، يعني التاريخ كله يقر بأنه أعظم شخصية في التاريخ على الإطلاق، ده كواحد كافر يعني هو مش مؤمن بالرسالة، لكن الأثر الواقع للرسول صلى الله عليه وسلم في تغيير حياة البشرية تماما لم يحدث لأي إنسان على الإطلاق، رغم أنه هو نصراني أظن هو حط المسيح رقم 3 أو 5 3 والتاني موسى ولا بولس، ده بولس ده اللي أفسد الدنيا كلها طبعا، ده كافر ما بنقولش حاجة، لكن يعني إحنا مفروض لا نقع في مثل هذا الفخ ونفرح بقى أن ده بيصف الرسول بأنه أعظم الأبطال،
هو هل يدخل الجنة إذا قال إن محمدا أعظم بطل عرفه التاريخ؟ لا تكفي، لمطلوب منه عشان يقول إيه؟ وأشهد أن محمدا رسول الله بعد التوحيد طبعا. فكذلك وصفه بالعبقرية هذا نزول به عن مرتبته اللائقة به صلى الله عليه وسلم. فإذا أول أركان الاستدلال على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا دي الرسل عموما يعني، هي الصفات الشخصية لصاحب الرسالة. فالرسول عليه السلام صفاته هي صفات الرسل والأنبياء التي لا تلتبس بصفات من دونهم من البشر، صفات مميزة جدا في كل أنواعها، نفسية أو جسمية أو أخلاقية، ده باختصار شديد. وطبعا ده باب يطول وصفه. قابلت مرة امرأة أمريكية من جماعة من أشد الجماعات النصرانية المصهينة تعصبا في العالم كله، شهود يهوى، جيهوفا ويتنس، متعصبة جدا، وكانت في أشد البغض الإسلام والتعصب ضد الإسلام كما هو معروف عن هذه الفئة الحاقدة على الإسلام. المهم فأنا أعطيتها كتابا باللغة الإنجليزية اسمه محمد The Ideal Prophet أو النبي المثالي. هذا الكتاب فقط يتكلم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ففوجئت بها بعد أسبوع تقريبا، وقد قرأت الكتاب كله ودخلت في الإسلام بسبب انبهارها بشخصية الرسول عليه السلام وصفاته. مع أن الكتاب لا يتكلم عن المعجزات ولا النبوءات ولا البشارات ولا الآثار، إنما فقط يتكلم على صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي إنسان منصف وعاقل ويبرأ من الحقد والتعصب الذي يوجد عند كثير من الكفار لا يملك إلا أن يجزم بأن هذا رسول من عند الله، ولا يمكن أن يكون غير ذلك عليه الصلاة والسلام، عن طريق معرفة الصفات. فهذا باب في غاية الأهمية، باب معرفة صفات الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو العمود الأول أو الركن الأول في الاستدلال، الصفات الشخصية لصاحب الرسالة كلها تجزم وتقطع يقينا بأنه لا بد أن يكون مرسلا من عند الله عز وجل، كما يقول البصيري له كلام جميل طبعا في القصيدة المعروفة بتاعته، فبيقول إيه، فمبلغ العلم فيه أنه بأي عايزة وقعك أنت صوفية حافظينها ولا إيه؟ فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. هي القصيدة فيها طبعا لا شك أبيات في غاية الروعة، وفيها أشياء خطيرة يعني ينبغي يعني رفضها من الغلو. الأمر الثاني، وده عنوان واحد يعني، أنت مفروض تفصل بقى تقرأ كيف تعرف صفات الرسول عليه السلام التي تثبت نبوته. يعني عبد الله بن سلام هو كان أعظم علماء اليهود في المدينة. عبد الله بن سلام عمل إيه لما الرسول عليه السلام جه المدينة؟ ذهب إليه فسمعه يقول أيها الناس إيه، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس والناس اليوم تدخلوا الجنة بسلام. كان في زحام حول الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو ظل إيه يبحث عن ثغرة يستطيع أن يرى بها وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى هذه الكلمة من أكبر عالم علماء اليهود في المدينة، عالم اليهود الأكبر، يقول فنظرت في وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. يعني لو لم تكن فيه آيات إيه مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر أو كما قال هذا الشعر. فمجرد أنه رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا صور من صور الاستدلال على الحق، أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكيف يكذب على الله سبحانه وتعالى. العمود الثاني أو الركن الثاني من أركان الاستدلال على صدق النبوة، الآثار. الآثار أيضا الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يتركون في البشرية وفي أممهم آثارا لا يمكن أن تلتبس بآثار غيرهم من المصلحين مثلا. الأنبياء لهم آثار خاصة على أممهم، ولا يوجد شخص في تاريخ البشرية على الإطلاق، وذلك باعتراف طبعا جميع المسلمين واعتراف المنصفين من الكفار سواء في المشرق أو في المغرب، بأنه لم تعرف البشرية شخصا ترك آثارا في تاريخها وعلى هذه البشرية مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأمثلة آنفا. والآثار دي بقى ده باب ما بنغلقش، آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته اللي هي أمته اللي هي مين؟ أمة الدعوة، يعني جميع أجناس الجنس البشري الذين وجدوا منذ أن بعث إلى أن تقوم الساعة، الذي هذه أمة محمد، أمة محمد نوعين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. فأمة الدعوة يعني الأمة المخاطبة والمسؤولة عن الإيمان برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم كل البشر. يعني شارون من أمة الدعوة، بوش من أمة الدعوة، بوتين من أمة الدعوة، بمعنى كل هؤلاء مسؤولون عن الإيمان ومخاطبون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل من يتواجد على ظهر الأرض إلى أن تقوم الساعة هو من أمة محمد، معنى أنه إيه؟ أرسل الله إليه محمدا عليه الصلاة والسلام وهو مسؤول عن الإيمان به، وإلا دخل النار.
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي وبالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. هذا رواه مسلم. فإذا ذي أمة الدعوة، أمة الإجابة الذين أسلموا واستجابوا لدعوته وهم أهل التوحيد. آثار الرسول عليه السلام على البشرية لا تقتصر على الأثر المباشر بشخصه، لكن يدخل في ميزان أفعال وآثار الرسول عليه السلام كل أعمال أصحابه رضي الله عنه، كل الصحابة وما تركوا في البشرية من أمثلة العدل، الاجتهاد في العبادة، حسن الخلق، كل الفضائل والكمالات. من الذي علم الصحابة هذه الفضائل وهذه الكمالات؟ كلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أثر من أثار كل قاض يحكم بالعدل، كل من يجهر بكلمة الحق، كل من يجاهد في سبيل الله، كل من يفعل كذا أو كذا من الخير الذي دله عليه رسول الله عليه السلام، كل ما يجري من الخير على يد أولياء الله الصالحين، كل هذا هو أثر من أثر محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ثم ندرك مدى عظم الأثر الذي تركه على البشرية الذي هو مستمر إلى أن تقوم الساعة. العمود أو الركن الثالث من أركان برهان على صدق النبوة المعجزات. والمعجزات دليل واضح جدا على أن هذا العبد الذي يقول إني مرسل عند الله دليل على صدقه في هذه الدعوة، في دعوة النبوة. والمعجزات أيضا لا تلتبس بأي خوارق عادات أخرى، سواء الكرامات أو أفعال أهل السحر والشعوذة وهؤلاء الناس، لا يمكن أن تلتبس. ومن أعظم من تكلم في هذه المسألة بالذات وفسر القول فيها جدا، نعم هو مشتمل لكن أنا أقصد كتاب مستقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب النبوات لشيخ الإسلام من أروع كتب شيخ الإسلام، النبوات. هو شيخ الإسلام يرفض وصف المعجزات بأنها خرق عادة، وبيثبت هذا الكتاب كيف أن المعجزة لا يمكن أن تلتبس بخوارق العادات كالكرامة أو أفعال أهل الشعوذة أو السحرة أو نحو ذلك. ففصل الشيخ الإسلام فيها الكلام في هذه المسألة بتفصيل كبير جدا. فالمعجزات تدل على صدق النبي، ولا يوجد لنبي من الأنبياء من المعجزات مثل ما وجد لمحمد صلى الله عليه وسلم أبدا. كم المعجزات التي ثبتت، ولما نقول ثبتت يعني هنا بنفتخر بخصيصة الأمة الإسلامية وهي الإسناد. الإسناد وهذا علم يعني حرمت منه الأمم الأخرى، وكان عدم وجوده سببا في حصول التحريف في هذه الأديان. أما هذا الدين فقد تكفر الله بحفظه وجعل من أسباب ذلك علم الحديث وعلم الأسانيد. لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوعة، قال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن أسباب حفظ الذكر وحفظ القرآن من التحريف وحفظ السنة هو علم الحديث كما هو معلوم. ذلك يقول اليهودي جول تيهر، يهودي الحافظ المتعصب ضد الإسلام، ومع ذلك يجهر بهذه الحقيقة فيقول ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. فإذا أول الأدلة صفات النبي صلى الله عليه وسلم الموافقة لصفات الرسل، بل هو يفوق الرسل جميعا في صفاته بكل أنواعه، وهي لا تلتبس بصفات غيره من البشر. ثانيا المعجزات، ولنبينا صلى الله عليه وسلم حظ وافر من المعجزات، سواء في ذلك المعجزات الحسية أو المعجزة الخالدة الكبرى والعظمى الباقية على مدى الزمان، ألا وهي معجزة القرآن الكريم. وده حديث يطول جدا فقط بنعطي العناوين، لكن كل موضوع يحتاج إلى يعني محاضرات عدة. قلنا الدليل الأول صفات الشخصية لصاحب الرسالة، ثانيا الآثار التي تتركها في البشرية، وآثار الأنبياء لا تلتبس بآثار غيره من المصلحين. ثالثا المعجزات. رابعا البشارات، وهي أن سنة الله سبحانه وتعالى جرت بأن النبي السابق يخبر عن النبي اللاحق، الكتاب السابق والنبي السابق يبشر بمبعث النبي الذي يأتي فيما بعد. وباب البشارات هذا باب حافل جدا جدا، ومن أقوى مؤيدات الدين الإسلامي على الإطلاق بالنسبة بالذات لأهل الكتاب، يعني حتى بعد التحريف الواقع في التوراة وفي الأناجيل، لكنها ما زالت تحوي بصيصا من النور وتحتوي على عشرات المواضع التي فيها بشارة صحيحة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل إن اسمه الشريف كان مازال موجودا حتى عهد الإمام الشوكاني. الإمام الشوكاني له كتاب في إثبات النبوات، فكان هناك في اليمن كان يوجد علماء يهود كبار وعندهم مخطوطات هذه الأشياء، فكانت التوراة التي بين أيديهم حتى عهد الإمام الشوكاني كان يقتبس منها بعض الأشياء، وفيها
لفظ محمد وأحمد عليه السلام صريحا تماما. حتى الأناجيل إلى اليوم ما زالت تحمل لفظة الفاراكليت، الفاراكليتوس أو الفاراكليت كلمة يونانية قديمة. هما الأول كانت الكلمة دي موجودة، طبعا معروف أن الأعلام لا تترجم، يعني لما تيجي واحد اسمه مثلا كريم في أي لغة بينطق كريم، ما ترجمهاش بقى لإيه لمعنى الكلمة في الإنجليزي مثلا أو غيرها من اللغات. فاللي حصل أن باللغة العبرية التي تكلم بها المسيح عليه السلام هو نطق باسم أحمد كما واضح في سورة الصف، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهم ترجموا العلم. فلذلك لما سأل بعض العلماء المسلمين رجل يدعى كارنو النينو، فسأله عن معنى هذه الكلمة في اللغة القديمة، اللغة اليونانية القديمة الباراكليتوس أو الفاراكليت، قال إن القساوسة يقولون إن معناها المعزي أو المحامي. فقال لست أسأل القساوسة ولكني أسأل دكتور كارلو نينو الحاصل على الدكتوراه في اللغة اليونانية القديمة. فقال له إن كلمة الفاراكليت أو الباراكليتوس معناها الشخص الذي في اسمه حمد كثير. قال له فهل هي توافق صيغة أفعل تفضيل من حمدة يعني أحمد؟ قال نعم. واضح. قال له هذا هو اسم نبينا عليه السلام. ويمكن عشرات العلماء أو مئات من علماء اليهود والنصارى دخلوا في الإسلام بسبب هذه البشارات، ولعل من أشهرهم عبد الأحد داود كان قسيسا كلدانيا من أكابر علمائهم، وله كتابات رائعة جدا في الانتصار للإسلام، وأخرج كنوزا من كتبهم تؤيد بعثة النبي عليه السلام، حتى أنه ذهب إلى أن كلمة الإنجيل معناها البشارة، فقال أن كلمة الإنجيل معناها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن هذا أحد مقاصد دعوة المسيح الأساسية، أن يبشر ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك هو في العبارات الأخيرة الموجودة في الإنجيل قبل أن يرفع إلى السماء بيقول لهم أن الآن أتى الأوان كي أغادر هذا العالم، لأن إذا لم أغادر لن يأتيكم الفاراكليت، والفاراكليت إذا أتى سوف يخبركم بكل شيء، وهو يتحدث باسمي ولا يخرج الحق عن فمه، إلى آخر صفات كلها تتحدث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا من أقوى مؤيدات بعثة النبي عليه السلام، إخبار الأنبياء السابقين ببعثته الشريفة عليه الصلاة والسلام. هذه مجرد إشارة عبر، لكن الموضوع طبعا موضوع كبير يعني. ثم بعد ذلك بقي دلالة أخيرة، وهي دلالة إيه؟ الإخبار بأمور في المستقبل، ما تسمى بالنبوءات، إخبار بها ثم تقع كما أخبر النبي عليه السلام تماما، لا يتخلف منها شيء، وهذه وقع منها كثير جدا، وده علم مستقل، علم ما أخبر به النبي عليه السلام فكان كما وقع. هذه من أعلام نبوته الشريفة عليه السلام، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا ومعروفة. فإذا هذه هي الأصول الخمسة التي من خلالها نثبت صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا مما يزيد إيمان المؤمن أن يتأمل ويدرس صفات ونعوت وأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.